من تنصيب أوباما رئيساً لأمريكا إلى تقليد ترامب مناصب الحكم، مروراً بأحداث غيرت مجرى التاريخ، وعلى رأسها ما جرى في 11 سبتمبر، وصولاً لما هو أقل وطأة من غيره كأزمة اليونان الاقتصادية وفساد الفيفا، وأخيراً غرق الغواصة الشهيرة تايتان. هاتوا لنا ما يفسر وقائع مسلسل حول الخيال إلى واقع ولو بعد حين. في معظم أحاديث صناع العمل الأمريكي الكرتوني The Simpsons، كان حديثهم يتمحور حول الصدفة الممزوجة ببعض المتنورين الذين قد يصيبوا أحياناً أو يخطئوا، وهو الأمر الذي تكرر في التلميح إلى حوادث معينة دون تقديمها بشكل مكتمل التفاصيل، كحادثة كورونا وتوقع المسلسل قبل عشرات السنين انتشار وباء تشبه أعراضه الكورونا أصاب موظف مصنع في اليابان مثلاً بدلاً من الصين. يقول مبتكر العمل مات جروجينغ: نبتكر النكات الأكثر غرابة وسخافة ليتضح لنا لاحقاً أن مخيلتنا ليست على قدر كبير من الخيال. وبين الصدفة التي لا يقبل عقل بشري تكرارها على هذه الشاكلة ونظرية التحكم الخفية التي يتبناها البعض، يبقى السؤال: هل يسافر كتاب المسلسل عبر الزمن فعلاً؟ وهل يمكن لأدمغة مهما كانت لامعة أن ترسم المستقبل بهذه الطريقة؟